العلاقات تتعزز والاتفاقيات توقع بملايين الدولارات، هو أفق اقتصادي جديد بين تركيا والسعودية، فما الجديد؟ خلال منتدى الأعمال السعودي التركي الذي عقد في اسطنبول، وقعت شركات سعودية وتركية 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت ملياري ريال سعودي، أي ما يزيد عن نصف مليار دولار. وبحسب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، فإن الصناعة والعقارات هي أبرز المجالات التي اتفقت الشركات السعودية والتركية على تعاون فيها، اتفقت كذلك على تعزيز التبادل التجاري. يحصل هذا كله قبيل جولة خليجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستشمل السعودية وقطر والإمارات، جولة سبقها أردوغان بإبداء رغبته بتعزيز العلاقات مع الدول الخليجية الثلاث، وكذلك جذب كثير من الاستثمارات. انتقل مباشرة إلى اسطنبول وأرحب من هناك بضيفي عبر الهاتف. ينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن الربيعة، الكاتب الاقتصادي، وهو أحد أعضاء الوفد المشاركين في زيارة الوفد السعودي إلى تركيا. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الرحمن معنا في دائرة الشرق. إذن كما ذكرت قبل قليل، 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم تم التوقيع عليها خلال زيارة الوفد السعودي إلى تركيا. إذن لو تخبرنا عن أبرز هذه الاتفاقيات، ما تم الاتفاق عليه بين الطرف السعودي والتركي في هذه الزيارة؟ بداية مساء الخير لك وللأخوة المشاهدين والمشاهدات. مساء النور. وسعيد أن أكون معكم من اسطنبول. الحقيقة ما يربط المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة علاقات أخوية عريقة وقديمة، وهذه العلاقات رغبت الجميع من الجانبين، حكومة المملكة العربية السعودية والحكومة التركية، لتفعيلها من خلال النشاط الاقتصادي. لا شك أن الدول تضع المحفزات وتضع الأنظمة، لكن في النهاية القطاع الخاص ورجال وقطاع الأعمال هو من يفعل هذه النشاطات. لذلك ما وقع من اتفاقيات كما تفضلت، 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم، هو بين قطاع الأعمال في الجانبين، وكان الحضور للقاءات من الجانب التركي حضور مميز وكبير، وشركات ذات قيمة اقتصادية مهمة جدا في تركيا كما هو من الجانب السعودي. الاتفاقيات طبعا كل دولة، يعرف الجميع، تتميز بقطاعات معينة. يعني هناك دول تتميز في الجانب التقني والسوفت ويرز والإلكترونيكس، وهناك دول تتميز في الخدمات البيئية وخدمات الطاقة وهكذا. لا شك أن الجانب التركي يتميز في جانبين. الجانب الأول اللي هو الهيفي اندستري، الهيفي اندستري سواء البواخر، سواء المصانع، سواء الجانب الآخر اللي تميز فيه قطاع الأعمال التركي هو الكونستراكشن اندستري، الإنشاءات، ويتميزون أنفاق، مطارات، طرق، جسور. وهذه هي المجالات التي تم توقيع اتفاقيات فيها، أليس كذلك دكتور عبد الرحمن؟ هذه أغلبها، ليس جميعها. أغلى كثير من الاتفاقيات كانت على محور الصناعي والمحور البنية التحتية. هناك طبعا اتفاقيات كما تعرفين للحج والعمرة، هناك اتفاقيات للخدمات الفندقية، هناك خدمات للنشاط الهندسي كذلك.
نعم. أشكرك جزيل الشكر دكتور. طبعا لم يسعفنا الوقت للتحدث بتفاصيل أكثر، ولكن سعيدة جدا بوجودك معنا كأحد أعضاء الوفد المشاركين في زيارة الوفد السعودي إلى تركيا. إذا الدكتور عبد الرحمن الربيع الكاتب الاقتصادي، شكرا جزيلا لوجودك معنا. ومباشرة أيضا أذهب إلى اسطنبول عبر الأقمار الصناعية، ينضم إلى الدكتور هاكان يوردكول عضو المجلس الاقتصادي لرئاسة التركية، ومن مدينة الأحساء عبر تطبيق زوم الدكتور محمد بن دليم القحطاني الأكاديمي والخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بكما. أبدأ معك دكتور محمد. دكتور محمد، إذا نتحدث كما ذكرنا قبل قليل أنا وضيفي دكتور عبد الرحمن وهو أحد أعضاء الوفد المشاركين في الزيارة، وقد أخبرنا عن عدد كبير من الاتفاقيات معظمها في مجالات الصناعة والعقارات، 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم الحقيقة. ما أهمية التعاون اليوم مع تركيا ضمن طبعا برنامج المملكة العربية السعودية لتوسيع شراكاتها وتنشيط قطاعاتها المختلفة؟ شكرا لك ولضيفك الكريم والأخوة المشاهدين. بلا شك طبعا العلاقات السعودية التركية يعني ستكون في أفضل حالاتها اقتصاديا في المرحلة المقبلة، وخصوصا والبلدين يقعون ضمن مجموعة دول الـ20، المملكة في المرتبة 15، يبدو لي تركيا في 18. أيضا لا ننسى زيارة رجب طيب أردوغان رئيس تركيا إلى المملكة، وأيضا الزيارة الأخيرة لسمو ولي العهد لتركيا، وإيداع المملكة العربية السعودية 5 تريليون دولار في البنك المركزي التركي. كل هذه تعتبر معززات وفاتحة لأبواب اقتصادية من شأنها أن تعزز قطاعات كثيرة. أنا في ظني قطاع الصناعة والعقار سيحظى بشكل كبير يمكن من الجانب التركي، وأيضا ممكن أن يكون هناك مصافي للبترول في تركيا، ممكن أن تكون انطلاقة لأوروبا من هناك. سيد ضيفي من اسطنبول، إذا دكتور هاكان، دكتور هاكان، إذا أيضا كيف تنظر تركيا اليوم إلى توسيع دائرة تعاونها الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية تحديدا في مجال الصناعة والعقارات، وما هي أهدافها الكبرى اليوم في علاقاتها الاقتصادية مع المملكة؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة. أود أن أبدأ بقصتي الشخصية. في الواقع أنا عشت في الرياض مدة 4 سنوات، وبالتالي أعرف المملكة العربية السعودية جيدا، أحترم الثقافة السعودية كثيرا أيضا. وعندما ننظر إلى العلاقة بين المملكة العربية السعودية وتركيا، صحيح هناك إمكانات كبيرة جدا ولكنها لم تحقق في الماضي، واليوم بدأ تحقق برأيي. ضيفكم كان يتحدث عن العقار والصناعة والاستثمار في هذين القطاعين، ولكن هناك أكثر من ذلك في تركيا في الواقع. وبالحقيقة يجب أن ننظر إلى أمرين في هذه العلاقات: أولا التجارة بين هذين البلدين، وثانيا الاستثمارات بين هذين البلدين. وعندما ننظر إلى التجارة من عام 2003 حتى عام 2022، نرى عجزا كبيرا لتركيا مقابل المملكة العربية السعودية. أستطيع أن أقول أن الصادرات التركية تصل فقط إلى 1 مليار دولار، فيما الصادرات السعودية إلى تركيا هي 4 مليارات دولارات. وبالتالي عندما ننظر في المنتجات التي تتم تجارتها بين الدولتين، نستطيع أن نقول أن المنتجات الأكبر التي تأتي من تركيا وهي أغذية وأطعمة بشكل أساسي لم تزدد كثيرا في المملكة العربية السعودية. أما عندما ننظر إلى الاستثمار، هذا الاستثمار ليس من أكبر الاستثمارات، حتى أن كل الدول في مجلس التعاون الخليجي لديها استثمارات أكبر إذا ما قارناها بتركيا. لماذا أقول ذلك؟ لأن الوضع
الحالي يفيد بأنه ليس هناك علاقة استراتيجية تجارية واستثمارية بين المملكة العربية السعودية وتركيا، ويجب أن نصل إليها، إلى هذه المرحلة الاستراتيجية. وأنا لا أتحدث فقط عن المملكة العربية السعودية وتركيا، بل النشاط المشترك للدولتين الذي يمكن أن يقوما به في دول أخرى مثل دول أفريقيا ما دون الصحراء وغيرها من المناطق الجغرافية. وبالتالي هناك إمكانات وقدرات كبيرة، ولكن حتى الآن لم تتحقق بعد هذه القدرات، ولست متأكدا إذا ما كان هناك لدينا يعني مجال للتفاؤل في هذا المجال. سنرى في المستقبل، ولكن المسألة ليست فقط مسألة عقارات أو إنشاء. الدولتان يمكنهما أن تطلعا بدور أكبر بكثير، دور قيادي. اسمح لي أن أنتقل من هذه النقطة المهمة الحقيقة لدكتور محمد. دكتور محمد، إذن هل هذه الخطوة اليوم تمهد لي رسم استراتيجية تجارية كما وصفها الدكتور هاكان، استراتيجية تجارية واضحة اليوم بين المملكة وتركيا؟ هل هي من أهداف المملكة العربية السعودية؟ ويعني ماذا يمكن أن يكون شكل هذه الاستراتيجية؟ ماذا يمكن أن يكون حجمها في المستقبل بالنظر طبعا إلى أهداف المملكة العربية السعودية، ربما تلك المتعلقة أكثر برؤيتها 2030؟ كل ذلك طبعا يصب في بنتيجة فيما تريده المملكة من منفعة لاقتصادها. كما ذكرتي، المملكة الآن أصبحت منفتحة على الجميع. المملكة طبعا تضع العامل الاقتصادي محل اهتمام، بلا شك يعني راح تتعزز العلاقات مع تركيا بشكل أكبر. ولا ننسى أن المملكة حريصة كل الحرص على الجانب اللوجستي، وهناك علاقة ممكن أن تعزز من موقف دول أفريقيا كما ذكر الدكتور قبل قليل من تركيا. بلا شك المملكة حريصة بأن تضع يعني قطاعات الرؤية 2030 أمام الجانب التركي، لأن حقيقة هذا الآن هم الوقت الحالي هو أجمل وقت لتنفيذ المشاريع، لأن بدأت الرؤية تؤتي ثمارها الآن في قطاعات عدة، في جانب الطاقة المتجددة، وهذه تحتاج حقيقة إلى تعزيز البحث العلمي والابتكارات والإبداعات. فإذا التقى أو التقت إرادة الجانبين التركي والسعودي، فبالإمكان أن يكون هناك اهتمام كبير جدا بالطاقة المتجددة والخضراء، وأيضا تعزيز منافذ التجارة شرقا وغربا من خلال البلدين الكبيرين والشقيقين تركيا والسعودية. دكتور هاكان، يعني كيف تعتقد يمكن لتركيا أن ترفع من لنقل مستوى صادراتها إلى المملكة العربية السعودية؟ هل هذا الأمر يحتاج أيضا إلى استراتيجية تركية، يعني استراتيجية من ناحية تركيا؟ هل هناك أيضا نقص في الاستراتيجية التركية نفسها؟ وكيف يدعم أي تعاون اقتصادي مع المملكة العربية السعودية الاقتصاد المحلي والعملة التركية المحلية؟ أولا اسمح لي أن أشدد على أمرين مهمين جدا فيما يتعلق بالعلاقة بين البلدين. أولا، نحن نعول كثيرا على العلاقة الاستراتيجية، وبرأيي أننا نركز كثيرا على القطاع الحكومي، وهذا لا يجوز. علينا أن نعزز أكثر دور القطاع الخاص، القطاع الخاص الذي يبتغي الربح في نهاية المطاف. ولنتحدث عن الوضع الحالي للتجارة بين هذين البلدين، تركيا هي المصدر الأول
بيض الدجاج لكل دول الخليج باستثناء المملكة العربية السعودية. هذا مثال بسيط ولكنه يظهر أن هناك بعض النواقص وأيضا نقص في الجهات الخاصة في السوق في القطاع الخاص للقيام بهذا العمل. لذلك أعتقد أن الخطوة الأولى هي تشجيع القطاع الخاص من الطرفين. ثانيا، رؤية العام 2030 للمملكة العربية السعودية بالغة الأهمية ليس فقط للمملكة بل للمنطقة، ونحن نسعى لكي نكون جزءا من هذه الرؤية، وهناك الكثير من المجالات التي يمكن لتركيا أن تستفيد منها ضمن هذه الرؤية. ولكن مرة أخرى هنا نحن بحاجة إلى القطاع الخاص وإشراك القطاع الخاص. أنا لا أتحدث فقط عن الشراء والبيع على سياق أو على إطار السياق الخاص، بل خلق الفوائد بين الطرفين. ولذلك لابد أن يكون هناك اجتماعات تجمع فقط جهات القطاع الخاص. أنا لا أتحدث عن القطاع الحكومي هنا، فدور الحكومة فقط هو فتح الباب، والباب قد فتح الآن، وبالتالي الكرة هي في ملعب القطاع الخاص، وحان وقت أن ندفع القطاع الخاص ليس فقط في العقار والبناء. هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نستفيد منها كدولتين. أنا مضطرة لمقاطعتك دكتور هكان. يعني نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات وهذا الحديث الشيق. دكتور هكان يوتاكول، عضو المجلس الاقتصادي لرئاسة تركيا، شكرا جزيلا لوجودك معنا. وأشكر طبعا الدكتور محمد بن دليم القحطاني الأكاديمي والخبير الاقتصادي الذي كان معي من مدينة الأحساء، شكرا جزيلا لوجودكما معنا.